هل يعني انا قافل والله ملف الاهلي لانه مش معقوله ماتش من يوم الاثنين اللي فات والنهارده بقينا خلاص فجر السبت وبتكلم عن المباراه بعد 6 ايام، لكنه باعتبارك راجل اهلاوي عنيف، يعني هل ظلم الاهلي؟ هل الاهلي كان في الامكان افضل مما كان؟ وكيف ستتصرف اداره النادي الاهلي في المرحله القادمه؟ الاهلي لو ظلم هو ظلم قبل المباراه، نعم، لكن خلال المباراه ما لم يظلم. يعني ويمكن انا وجهه نظري الاستفاده الوحيده من النادي الاهلي من كل اللي حصل ده ان تم توفير حكم جيد للمباراه، فيكتور جوميز. المباراه اصلا تحكيميا ما كانش فيها يعني حاجه يعني، نعم. لكن الاهلي هو حكم معلم يعني، يعني امتى بيصفر بالظبط يعني حاجات كده يعني، بس يعني بس لو المجمل كويس اجمالا ممكن كنا نشوف حكام أسوأ من كده يعني. بالظبط كده. لكن قبل المباراة للأمانة الأهلي طبعا ظلم، بس ظلم بحاجة مش في إيده، لأن لو فكرة التقديم الطلب أعتقد أنها مش مسؤولية النادي الأهلي، دي مسؤولية الاتحاد أو يعني اتحاد الكرة هو اللي يقدم يا مش يقدم. فكرة ان الاجواء اللي احاطت اختيار الملعب المباراة دي طبعا لازم يبقى فيها مشكلة كابتن، واحنا اتكلمنا مع حضرتك هنا عشان برضو ما نطولش فيها، ان بتختار قبل بعد اياب بعد ذهاب السيمي فاينل لما ضمنت ان الوداد موجود فبتقول المغرب، فده هل ده من منطقي؟ حتى لو يعني كان في ملف سنغالي موجود فجأة الملف السنغالي انسحب، طبيعي لازم الناس تتكلم. لكن يبقى الخطأ الاكبر عندك، الخطأ الاكبر، ما عشان كده بقول احنا يعني المشكلة احنا السبب فيها، احنا كاتحاد كورة احنا السبب فيها. فالنهارده احنا لازم يبقى في مراجعات لحاجات كتير قوي يا كابتن شوبير. احنا النهارده بنتكلم في خطابات ما نعرفش بتوصل ولا ما بتوصلش، الانديه نفسها فجاه نلاقي عقوبه مثلا على نادي الزمالك، طب ليه ما بنعلنش مثلا عقوبه على نادي الزمالك في وقتها؟ ايه اللي هيفرق ان العقوبه تتعلن لو هي وقتها مثلا شهر ابريل؟ مسؤول الزمالك النهارده، لا انا اقصد في العموم يعني، مثلا زي ايقاف القيد. فالنهارده انت بتدي مجال للقيل والقال، ان لا اصل لو النادي الاهلي النهارده عقوبه هدرسفيلدي من او الغرامه نفسها بتاريخ مثلا شهر فات، طب لو هي بتوصل لاتحاد الكره ما انت قصدي دي حاجات ما بتستخباش. أيوة. يعني ودي حاجه في الاخر مفيش عقوبه، ما فيش حاجه بتستخبى بالظبط، هي عقوبه وفي استئناف والموضوع منتهي. فلازم نحط النقط في الحرنار ده، لو اتحاد الكره مش عايز ينظم او مش عايز يقدم طلب لتنظيم نهائي دوري ابطال افريقيا ونهائي الكونفدراليه، سهل جدا، احنا مش مستعدين حاليا لتنظيم خلاص. طب في نيه مثلا ممكن نتكلم، طب نقدمه، يمكن الاهلي يوصل، يمكن الزمالك يوصل. بيراميدز على فكره عمل لقطه لطيفه جدا، فكره ان هم ابدوا ان هم عايزين بعتوا مش او يعني بعتوا، فيمكن اتحاد الكوره او وزاره الرياضه الخطاب الثاني اللي هو فيما يخص الموافقه الحكوميه وحاجه اتاخر كان بعت فما كانش موجود، ولكن نفترض ان بيراميدز كان وصل النهائي مش كان ممكن يلعب بالورقه دي؟ مزبوط. ان والله انا قدمت، فوقتها ممكن كان يلعب نهضه بركان فيبقى نفس اللعبه. ف هنا الاهلي كان ممكن لو في مبادره من اتحاد الكوره او النادي الاهلي يقول لهم طب قدموا او حاجه، ممكن كانت تبقى ورقه، ولكن في الاخر ما حصلش. فانا من وجهه نظري الاهلي ظلم قبل المباراه، وظلم ظلم يعني صعب جدا، لان انا مهما كان عزل الفرقه والناس مركزه، الناس رايحه من هنا بكل الاجواء دي مشتتة، لما هيروحوا يلاقي 70,000 60,000 واحد في الملعب غير ماتش دور الثمانيه، ده احنا كان في فاينل معركه، الماتش لازم هم كلاعيبه يتاثروا، لهم في الاخر بشر. بالاضافه للجانب الفني اللعيبه اغلبها كان خارج نطاق الخدمه كفنيا، المدرب نفسه ما كانش ماسك برضو الامور لسبب او لاخر، فاجمالا الاهلي للاسف هو اللي طلع خسران. ولكن زي ما خالد قال، الاهلي 10 بطولات يعني، الموضوع طبعا هو انجاز، وانا مش عارف ليه تحديدا النادي الاهلي لما بيطلع يصعد نهائيين ورا بعض يجي الثالثه فيها مشكله دايما، يعني 2006 2005 2006 2007 كارثه، 2012 2013 سبعة النجم الساحلي، النجم الساحلي اللي كان هنا والماتش الغريب اللي حصل ده، 2012 2013 2016 بنخرج من دور ال 2030 2014 خرجنا فريق غريب كده، من 2020 2021 يجي 2022 والامور افضل، احنا النادي الاهلي كسكواد وككل حاجه افضل من كل الفرق الموجوده، تحصل الدربكه دي، فواضح ان ربنا لسه يعني الانجاز ده مش وقته. طيب قبل ما اطلع الفاصل خليني بس معاك للحظه، والسؤال ده هيبقى هو الخالد بس بعد الفاصل. موسيماني الان بدات حمله الهجوم على بيتسو موسيماني مع تصريحاته الكثيره ايضا هناك، شايف القصه ماشيه ازاي؟ هيستمر مش هيستمر؟ الاهلي هيجدد الثقه بيه او الدنيا ماشيه ازاي؟ لا موضوع بيتسو موسيماني غريب جدا، انا اول مره اشوف مدرب يعني
للأمانة بيعامل بهذا المنطق. يا إما إشادة عالية قوي من جانب، يا إما خسف الأرض من جانب آخر. أنا ما شفتش كده. أنت في معطيات النهاردة، الراجل 1-2-3 أجدت في 1-2-3، أخفقت في 1-2-3. هنا ده التقييم اللي أنا أعرفه. عملت ماتش كويس، عملت ماتش وحش، في لعيبة مثلا مش عارف تجهزها، دول في لعيبة عملتها سوبر. ده الطبيعي. لكن النهاردة يا إما إشادة قوي اللي هو محدش يلمس موسيماني، يا إما الناس بتختلق له تصريحات. يعني حتى يا ريت الموضوع هجوم، لا ده بيتم اختلاق تصريحات. هو بيتكلم عن سان داونز ان هو فيقول لك انا معيش انيستا وميسي في برشلونه، مش هلعب زي برشلونه في الاهلي. طب هو ما قالش مثلا كده. فموضوع غريب. انا وجهه نظري هو الراجل في فتره معينه حقق تارجتس معينه كانت مطلوبه منه. طب واضح ان ممكن يكون في لسه مش قادر يمسك الامور في الدوري شويه، في حاجات لسه هو بيحتاج فيها وقت، النادي الاهلي وجمهوره الوقت ده مش في صالحهم. فطب النادي الاهلي جدد له سنتين، فلازم على الاقل يستنى شويه. فلازم الامور تبقى اهدى من كده. الامور لما بتتاخد بشكل هادي، والانفعالات اللي هي قرارات الانفعاليه ما بنوصلش لحاجه. فالامور لازم تبقى اهدى. كل واحد يعمل اللي عليه. لو في نواقص النهارده في الجهاز الفني لازم، لا احنا هنا في مصر شغلنا 1-2-3، انت بتشتغل بطريقه، لا احنا هنا في مصر الطريقه، وما في تفاهم. ما فيش مدرب جه الاهلي بعد مستر مانويل جوزيه ينفع يتحط في نفس المكانه الاداريه والفنيه. فلازم الناس تخش. جوزيه كان بيعمل كل حاجه. من بعد جوزيه ما فيش مدرب يقدر في النادي الاهلي يعمل كل حاجه. تمام.